بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما تزال فرقنا تراحم سنابل الخير مستمرة معكم في أعمالها في بناء المراكز الإيوائية على قدم وساق إن شاء الله في بناء أكثر من مركز إيوائي. هنا المركز الإيوائي الثاني الذي تضم مئات العائلات الذين تضرروا وتدمرت بيوتهم بفعل الزلزال الذي ضرب مدن وبلدات الشمال السورية. ما زلنا معكم في تأمين الخيام ومستلزماتها من مدافئ وحرامات وفرش إن شاء الله، وسنقوم عليهم إن شاء الله بتوزيع الوجبات اليومية الساخنة. جزى الله كل من ساهم معنا وتبرع. ها هي أماناتكم وصدقاتكم إن شاء الله تصل إلى مستحقيها. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء يا رب.